الثاني من الأحد الرياضي الممتد إلى السادسة مساء. إلى الموضوع الموالي والتي هم فريق الجيش الملكي اللي غيحتفل بالذكرى ديالو الأسبوع هذا يعني فاتحة 62 على التأسيس ديالو فريق الجيش الملكي اللي تعرفوه ملقب بالزعيم. طبعا نجيب العديد من الأسماء والعديد أيضا من المواهب. ونذكروا على أنه يعني سي صاحب الكرة الذهبية سي محمد تيمومي واللي هو موجود الآن في فترة نقاها بمركز كرة القدم بالمعمورة نتمنى له الشفاء العاجل والعودة بطبيعة الحال للعشاق ديالو والعودة إلى الجمهور ديالو والمحبين ديالو. فريق الجيش الملكي أيضا كان من فرق اللي الأولى السباقة إلى المستوى الإفريقي واللي فاز بألقاب إفريقية فاز أيضا على مستوى البطولة الوطنية على مستوى كأس العرش يمكن نعتبره من الرواد في هذا المجال. إذن فريق يمكن هو فريق من السواعد ديال البطولة الوطنية مش غير في كرة القدم المستوى يعني على فروع نشطة بشكل جيد كرة اليد كرة الطائرة كل رياضة في ألعاب القوى فعلا وألعاب القوى أيضا نعم. ما ننسوش أيضا كرة القدم النسوية هو اللي متصدر بالفعل يعني الفرق على مستوى الفوز بكأس العرش وأيضا البطولة الوطنية. معنا للحديث على هذه الذكرى سي بناني طيب بناني طبعا اللي هو الكاتب العام للنادي لفريق الجيش الملكي. سي طيب مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعي القناة الوطنية مرحبا بضيوفك الكرام. طبيعة الحال وانا اشكرك لانه طبيعة الحال ذكرتيني الصوت ديالك بالصوت ديال الاخت ديالك اللي هي كانت نجاة بناني واللي اشتغلت معنا في الاذاعه الوطنيه واللي مشات في اطار المغادره الطوعيه. ايضا تحيه لها ونتمنى لها ان شاء الله يعني المسيره موفقه في الحياه ديالها طبيعة الحال في الحياه المهنيه وايضا الحياه ديالها الاجتماعيه. طيب سي طيب كيفاش يمكن لك تقدم لنا هذه الذكرى 62 ديال فريق الجيش الملكي؟ للحديث على هذه الذكرى العزيزة علينا وعلى جميع المغاربة والأسرة الرياضية للجمعية الرياضية لقوة المسلحة الملكية نبغي نشكركم في بداية الأمر لأن أعطيتونا الفرصة باش نطلعوا على الجمهور ديالنا ونتشاركوا معهم هذه المناسبة العزيزة علينا. فهي مناسبة للتذكير فهي مناسبة لإحياء الذكرى مناسبة للحديث على ماشي حصيلة 62 سنة لأن للحديث على هذه الحصيلة ساعات وساعات وكتب ومقالات كثيرة وكثيرة جدا. فالفرصة هي للحديث على الواقع الحاضر على الآفاق المستقبلية على المسار ديال الفريق على التوجه الفريق وعلى المآل ديالو فيما يخص الرؤية فيما يخص المطامح ديال الفريق وفيما يخص الأهداف اللي كيتوخاها إن شاء الله من خلال المشاريع الرياضية اللي كيحط على أرض الواقع. إذن يعني هناك استراتيجية عمل كنعرفوا أنه فريق ملكي يعني من السواعد الكبرى ديال خصوصا كرة قدم الوطنية لأنه عنده قاعدة جماهيرية عارضة وعنده مركز رياضي هو الأول على المستوى الإفريقي بالفعل وكما ذكرنا بنية تحتية في المستوى جمهور عارض مش غير في الرباط سلات مارة فمنتشر في كل بقاع ربوع المملكة. الفريق اللي في السنوات الأخيرة السي طيب بناني الجمهور تيقول علاش انه الفريق ديال الكره القدم تراجع ومبقاش كيصعد نص هذه راه تقريبا المواسم هذه يعني تقريبا المواسم 2008 في الدوري 2009 كاس العرش وكاين منذ تلك المده الفريق بقاش يعني ما بقيناش نشوفوا هذا هو المطلب ديال الجمهور. فبالفعل كنشكرك على هذا المدخل لان هو مدخل مشروع الحديث بنوستالجيا على تاريخ الفريق العسكري والانجازات ديالو اللي لا تعد ولا تحصى واللي يمكن نعاود نرجع لها 11 مره كاس العرش مره واحده كاس الكونفدراليه الافريقيه 12 بطوله بطوله المغرب اربع مرات السوبر كوب ومره واحده الكاس ديال لاكاف هادو بلا النهايات اللي لعب وما بدون النهايات يعني وصيف البطل عده مرات فالحديث بنوستالجيا هذا شيء اكيد كيبين على أن التاريخ ضخم
وتاريخ يعاد يقام له ويقعد، ولكن احنا ولاد اليوم. السؤال اللي نبغي نطرح هو انه شنو هذه الحصيله، فين جعلات الفريق يكون في اليوم، الحديث عن الفريق في هذا في الحاضر. فاستراتيجيه الفريق نعرفوا بانه الان هناك مكتب جديد، هناك مسيرين جدد، مسيرين جدد خذوا على عاتقهم ليس التغيير الجذري وانما التغيير داخل السيروره، يعني المكاسب اللي حققها الجمعيه ما هي الا مكاسب ما يمكنناش نغمض عينينا عليها، وانما ناخذها كركيزه للاستراتيجيه المقبله. فبعجاله باش نتكلم لكم على الفريق العسكري في الحاضر، انه في نفسي انه ملي كنتكلموا على الجمعيه الرياضيه انه نحصرها في كره القدم. فالفريق العسكري اليوم 13 نوع رياضي، جمعية متعددة الرياضات. ملي تأسست إلى يومنا هذا كان الهدف الأسمى ديالها هو النهوض بالرياضة الوطنية بصفة عامة، ثانيا تطعيم الفرق الوطنية في جميع الرياضات، وثالثا كرة القدم هي القاطرة اللي كتشكل القاطرة وكتجر معها كل الرياضات. فهذا مكتب كبير للفريق ومازال كيلعب هذا الدور إلى يومنا هذا، بغض النظر على النتائج ديال كرة القدم، لأنه ما تمشات شيء مع الرؤية والطموح. فتلقوا مثلا في باقي الرياضات أنه كان طعموا الفرق الوطنية بنسبة 60-70%، الفريق النسوي لكرة القدم 100%، أكاديمية فريق الجيش الملكي أكاديمية فيها رياضة ودراسة فأكثر من 900 ممارس. فدور الجمعية الرياضية لا ينحصر بالأساس على البحث عن لقب فقط، وإنما الدور ديالها دور تنموي، دور قاعدي، دور رياضي في هذا الجهاد ديال الرباط، سلاز، مورزعير، قنيطرة. أكثر من ذلك التنقيب على المواهب الرياضية كيتجاوز هذه الحدود الجغرافية وكيمتد إلى باقي ربوع المملكة. كنوفروا للرياضيين المتمرسين في فئات صغرى ابتداء من 13 عام ظروف ديال الدراسة من المستوى العالي، كنوفروا لهم تطبيب من المستوى العالي، وكنوفروا لهم ممارسة الرياضة والرياضة ومزاولة الدراسة في نفس الوقت، لأن كندافعوا على فكرة الرياضي المثقف، الرياضي المتمرس، الرياضي اللي يمكن يتنافس على أعلى مستوى. فباش نرجع لا يوقف فالإطارة سي طيب، غير فقط لا علاش الفريق لا يعتمد على مشتله، لا يعتمد على ذاته. فقبل كان فريق الجيش الملكي يعني السر ديال القوة ديالو في المدرسة ديالو، لما كان مرحوم كليزو، لما كان يعني المكونين المؤطرين الآخرين، كان الفريق يعتمد على ذاته، وبالتالي اللي تيكون داخل هو اللي تيعطي الفرق. لما جاب تيمومي مثلا، لما جاب توهامك واحد الوقت، لما كان الغريسي حضريوي، يعني ايه الفريق كان تيجيب الناس اللعابه اللي تيديروا الفارق. اما 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 الاساس لو ساتور بحال تنقولوا هو ديال المدرسه ديال الفريق الجيش الملكي. هذا رايي يحترم بكل صدق، ولكن هناك قراءات متعدده. اولا خصنا نعرفوا بانه الفريق العسكري فريق وطني، ما تنحصر شيء اختيار والتنقيب على المواهب في واحد المكان معين، بل كيمتد الى كامل ربع المملكه كيف شرط. ثانيا المساله الثانيه هو ان الاستراتيجيه اللي وضعوا المسؤولين اليوم اللي تيطرحوا على الفريق الجيش الملكي هو انه ملي استقدمنا السي طالب كمدير فني وكمشرف عام على الفريق الاول، وضعنا واحد ما يسمى بمشروع رياضي على ثلاثه ابعاد، على المدى المتوسط، على المدى القصير، المتوسط والطويل. عملنا على أنه يكون هناك مشروع على 3 سنين. العام الأول كان ندخلوا فيه كان استثمروا بعض المواهب الرياضية اللي تكون صغيرة وكان طعموها بالفرق الأمل، بحيث عندنا الآن عقدة أهداف اللي مسطرة واللي فيها العام الأول اللي هو كان تواجدوا فيه الآن 2019-2020 25% من الشباب، 2020-21 50% من الشباب اللي جايين من مركز تكوين، وفي العام الثالث ان شاء الله
75% من الشباب اللي غادي يكونوا في مركز التكوين. هذا اختيار. والاختيار الثاني هو ان المواهب اللي ما تستطع شيء انه تمر للفريق الاول كيتم الاستثمار ديالها من طرف فرق اخرى. وهنا كتبان الدور ديال التكوين فريق الجيش الملكي لهذه المواهب. فعلا ليست ما يمكنليش نقول بانه هناك قطيعه، بل هناك رؤيه جديده. الرؤيه القديمه شنو كان؟ كان الفريق كيجيب مواهب كرويه، كيجيب بعض النجوم، وهاد النجوم ما فادت شيء، ما كانش عندها واحد الدعم، واحد ما استفدنا شيء منها للحصول على الالقاب بطريقه انيه. بل هناك اليوم رؤيه جديده ما بنيه شيء على استثمار النجوم او استخدام النجوم، بل مبنيه على تشبيب اولا ودعم الفئات الشابه اللي يمكن لها تعطي اولا في الفريق الاول فريق الكبار، وثانيا الى ما استطعش ولوج فريق الكبار. فمثلا اليوم لاحظتوا ان البطوله الوطنيه او الفريق الاول فيه 30% من الشباب اللي كيجيو من مركز التكوين، وهذا كبدايه كلابنه اساسيه بالنسبه للمشروع ديالنا في السنه الاولى. وفي السنه الثانيه ان شاء الله من هنا العام الجاي غادي نستقدموا يعني واحد ثلاثه او اربعه ديال الشباب الاخرين، وباش نرفعوا من المستوى ديال المنسوب ديال الشباب اللي كيدخلوا للفريق الاول. فهذه رؤيه جديده ما غادي يمكن لينا نديروا لها عمليه التقويم الا في النهايه ديالها. احنا في بدايه المشروع، احنا في بدايه بناء فريق متجانس، وهذا هو عقده الاهداف اللي كانت مع المدير الفني مع المسؤولين والمشرفين على الفريق. هناك اولا الهدف الاساسي هذه السنه وهو تكوين فريق منسجم، والعام الثاني فريق منافس، والعام الثالث فريق ينافس على الالقاب، ممكن انه يلعب البوديوم. اذا البوديوم ما غتلعبوه حتى 2022، يعني كتقولوا انه الجمهور خصو يصبر شويه عليكم 2022. غادي نعطيك علاش بعض المؤشرات. من جا المدير الفني الجديد هناك 19 لاعب اللي كانوا لاعبين سالت العقده ديالهم، يعني تم تغيير جلد الفريق تقريبا ب 99%، بقى لاعب او لاعبين. فاذا من جا المدرب الجديد قام بهذا الاستخدام بعض الشباب اللي ما معروفين شيء على الساحه الوطنيه، وبينوا على علو الكعب ديالهم، وطعمهم بشباب من فريق الامل والفريق ديال لي يو 19. ويعني الاسماء الان راه متداوله، راكم كتشوفوها في التلفزه. هناك سليم، هناك مثلا عبا، هناك مفيد، هناك الصوابي، هناك وجوه جديده تلجوا عالم الاحتراف، وخصنا نصبروا عليها بما هذه الموهبه ديالها فقل مع اللاعبين اللي عندهم تجربه في البطوله الوطنيه. وهذا شيء مشروع لانه الفريق في طور البناء. والعام الاول تنأكد على المساله هذه، نحن في صدد بناء فريق منسجم، ولا بغينا يدي الالقاب خصنا نصبروا عليه شويه باش يكمل ويعلم المستوى ديال التنافس ديالو، لان البطوله الوطنيه مستوى عالي وفيها ناس متمرسين، والشباب ديالنا خصو شويه ديال الاحتكاك وخصو شويه ديال التجربه اللي كتنقصوا في السنه الاولى من المشروع الرياضي، يعني 2019 2020. على مستوى اللاعبين الاجانب اللي كيلعبوا في فريق الجيش الملكي، يعني الكثير من الجمهور يعني المردود ديالهم ما كيقنعش بشكل كبير، علما يعني بانه فريق الجيش الملكي ممكن انه يغير الاستراتيجي ديالو في انتدابات اللاعبين الاجانب، يكونوا في مستوى الفريق ويكونوا مستوى عالي. يعني كاين فريق الملكي عنده امكانيات، عنده كل شيء باش انه يجيب محترفين مستوى عالي. انا وشاطر وكطائي الانفتاح على اللاعب الاجنبي ماشي شيء يعد من طابوهات. هذا توجه ديال المغرب ديال سياسه وطنيه منفتحه على دول جنوب افريقيا، تدعم الانسان الافريقي باش يندمج مع الانظمه اقتصاديه كانت ولا رياضيه. فعلا خص الاجانب يكون عندهم واحد الاضافه، واظن على ان الاجانب الموجودين الان الاخوان اللي كينتموا للكوت ديفوار ولا غير ذلك، فهما اظن على انهم من المستوى العالي. عندنا مثلا ما كنبغيش نخوض في الجوانب غير سي طيب، غير على سبيل المثال
طونغارا ملي كان في شباب خنيفرة كان لاعب يعني ممتاز، جا الفريق الشمالكي تغير، ما بقاش داك طونغارا ديال 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 فريق شباب خنيفرة، ولا طونغارا اخر المستوى ديالو نقص، واش ما تاقلمش؟ شنو كي كيفاش يعني ممكن نشرحوا هذه القضيه هذه؟ شوف الاجابه بسيطه جدا. كل فريق عنده الهويه ديالو وعنده الطقوس الخاصه، وهذا كتبقى مؤسسه عسكريه بطقوسها. يعني الجمعيه الرياضيه جمعيه خاصه بكل المقاييس، والدليل على ذلك هو انه القانون 30/09 ما كيستنينا من خلق شركه الرياضيه. نعم مثلا فطونغارا تاقلم الان، والمباريات اللي كيجري مع فريق الجيش الملكي مباريات ممتازه جدا. هذا يعني انا علاش عطيتك انا الاجانب سي طيب، مثلا اجانب ديال المستوى مثلا اللي كيلعبوا فريق الرجاء البيضاوي في نهضه بركان اللي كاين في الوداد، هادو هما اللاعبين اللي كيبين كيعطيو الاضافه اكثر للفريق وكيزيدوا به القدام. شوف هناك واحد المثل الشعبي مغربي كيقول لك زيد الماء زيد الدقيق. غادي نفسر علاش استعملت هذا المثل. الا كان 2010 2011 تتشكل واحد المنعرج مهم في تاريخ كرة القدم الوطنية، يعني دخول البروفيسيوناليزم. هذا شيء أساسي أنه خصني نذكره. فهذا كان عنده انعكاس كبير على أن كل الفرق الوطنية يعني ضربات في جوج أو ثلاثة 300% أو 400% باش طلعت من ميزانية. من الموارد المالية ديالها. الفريق العسكري فريق مدعم من موارد الدولة، من موارد إدارات الدفاع الوطني. فالموارد ديالنا ما غاديش نقول بأنه نحاصروا في واحد لو بلافون معين، وإنما يعني تطوروا بنسبة غير ضئيلة، يمكن لي نقول أنه ضئيلة مقارنة مع النسب باش تطورات الموارد الماليه ديال فرق اخرى. وكيف قلت زيد المزيد دقيق، يعني حتى الانتدابات هذا عنده انعكاس مباشر على الانتدابات. فإلى فريق الجيش الملكي مثلا عنده معدل انتداب موهبه من المواهب ما كتعداش 500-600 ألف درهم، فهذاك مضروب في جوج او في ثلاثه او في اربعه لدى بعض الفرق الوطنيه الاخرى. وهذا طيب ما يمكن أن نقوله في هذا الشأن. طيب سي طيب، ما دمنا نتحدث عن ذكرى 62، فشنو هي الأشياء اللي سطرتيها في إطار الاحتفال بهذه الذكرى، ولو أننا في جائحة زمن جائحة كورونا، راك عارف هناك تباعد، هناك يعني الابتعاد على الجمهور، ابتعاد على المدرجات، ولكن كيفاش يمكن أنتم تخليوا يعني المحبين يشاركوا الأفراح وتشاركوا يعني يشاركوا معكم هذه الذكرى ديال 62؟ على مستوى التواصل عندنا موقع إلكتروني ديناميكي. أنا ما عندي ما نقول بعدها على مستوى التواصل، الآن نحن نتواصل بشكل جيد ماشي بحال في السابق. الآن نتواصل معكم كفريق الجيش الملكي، احنا قلبنا وعقلنا مفتوح للصحافة الرياضية وللرأي العام والجمهور، واحتفلنا بهذه الذكرى هذه بتواصل مستمر مع الجمهور ديالنا عبر الإطلالات، عبر السبوت اللي كان ندوزو في الموقع الإلكتروني. فمثلا في كل أسبوع كان نعطيو الجمهور ديالنا كل المعلومات الخاصة على الفريق، على الأفراد، على التمارين التدريب الرياضية. ما ننساش نذكر على أنه احنا أول فريق اللي خدا القرار والشجاعة أنه يقوم بواحد العزل طبي ديال جميع الأفراد ديالو تفاديا لتفشي هذا الوباء، لأن المسؤولية الاجتماعية اللي عند المسؤولين بالفريق تتعدى الشأن الرياضي، بل تتعداه إلى المسؤولية فردية للحفاظ على صحة هذا الرياضيين وصحة الطاقم التقني وأكثر من ذلك. فتضرب بهم واحد الفريق تقني متكامل ما بين الناس اللي تيصغروا على النعاس ديالهم، على الأكل ديالهم، على التطبيب ديالهم، على التنقل، حفاظا على سلامة اللاعبين. لحد الآن راهم كونفيني، لحد الآن باقيين كونفيني في المركز العسكري معمورة. نعم. إذا كاين شي إضافة؟ كاين شي إضافة؟ كاين كرون فورما هي نهار الأربعاء كلاسيكو الجيش الملكي الوداد. نهار الكلاسيكو دوز في أجواء مزيانة، كان وعد الجمهور العريض على أن الاستعدادات ديال الطاقم العسكري وديال الزعيم استعدادات على أحسن ما يرام،
المنسوب اللياقه البدنيه في مستوى عالي، وحنا ان شاء الله مستعدين باش ما نخيبوا شيء الظن ديال العشاق الزعيم وعشاق الفريق العسكري. وتصور انه كانت هذه المباراه بالجمهور كي غادي تكون؟ يعني غتكون شبابيك مغلقه سي طيب، خصوصا في الذكرى هذه، كلاسيكو بامتياز، غادي تكون ديربي بامتياز بكل المقاييس، وغادي يكون منشور على مستوى يعني مواقع التواصل، وغادي يكون الفضاء ديالو على المستوى العالمي ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله سي طيب بناني الكاتب العام. اشكركم على الاستضافه. مرحبا. اشكركم على الاستضافه. هذا واجب. حنا ما غايكونش هذه المره الاولانيه، راه غنستضفوك ان شاء الله وغنستضفوك في مناسبات قادمه، وتعرفوا على انه كما ذكرتيها فريق الجبلكي ومفتوح على وسائل الاعلام وخاصه على الاذاعه الوطنيه الافريقيه. شكرا لك سي طيب بناني الكاتب العام لفريق الجيش الملكي، وبالتوفيق لفريق الجيش الملكي هذا الموسم وايضا في المواسم القادمه، وايضا حتى في المشروع اللي ذكر منذ لحظات. شكرا سي طيب بناني.